التاريخ ديال الوشايه وديال البيعه في المغرب فيه وفيه في حلقات متعدده وكثيره، فيها الحبايه والبرقاقه والبراقه والعساسه والمخبرين، وفيه البيعه ديال الجهد وديال الذكاء. قصدنا اليوم مع بياع سبيسيال ماركه 5 ايطوال سميتو موسى افلالو، خرج من المغرب ما في جيبو والو ورجع لاباس عليه ورجع المخزن كيحتارمو وكيتعامل معاه بزاف ديال الاحترام والتقدير. بعض المصادر التاريخية تصر وتؤكد على انه كان ذكيا واستغل المهارات الشخصية ديالته باش يولي لاباس عليه وباش يفرض السلطة على المخزن، لانه كاتب مرموق ودبلوماسي واعر وعنده قدرة كبيرة على الاقناع. مصادر تاريخية اخرى تصنفه في خانة البيع أو الشكامة الواعرين، لأنه قدم معلومات دقيقة على جغرافية المغرب ومفاتيح لبريطانيا على الثروات المغربية وذهنيات وعقليات المغاربة وكيفاش يتعاملوا معهم والأماكن بوصف دقيق بزاف. اختار موسى أفلالو التاجر ذو الأصول اليهودية باش يهرب من المغرب من فلسة التجارة ديالته فاس، وكان مؤمن بالذكاء دياله وحاول استثمار شخصيته بدل البحث عن بضاعة جديدة غادي يرجعها ويبيعها في الأسواق المغربية ولا في الموانئ المغربية. أشنا هي قصته؟ هذا المغربي بالذكاء اللي عنده اختارته الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظمى مستشار ديالها بعد أن ألف كتابا هز الرأي العام البريطاني، العنوان دياله الحقيقة عن المغرب. قال فيه بأن المغرب جنة من الثروات الطبيعية، وقدم للبريطانيين صورة عن المغرب من الداخل بشكل دقيق، وكيف ولا كيفاش كيفكروا السياسيين ديالو وكيفاش كتسعى فرنسا للاستعمار ديالو قبل انجلترا، وضع لهم خريطة الطريق كيفاش يشدوا المغرب بطريقة سهلة وبسيطة. قبل أن يرتكب موسى أفلالو جريمة في حق بلاده اللي هي المغرب ويقدم معلومات استخبارية دقيقة جدا عن المغرب والتضاريس ديالو والمناطق ديالو على شكل كتاب للحكومة البريطانية، ولا كيبان ماشي هذاك مول الحانوت اللي مريح فاس، بل مستشار كبير وإنسان واعر وكاتب مرموق وكلمته مسموعة ودبلوماسي كبير. هنا طلب المستشارين ديال المولى الحسن الأول من نزار لندن باش يرجع معهم للمغرب ويستقبلوا السلطة الحسن الأول بنفسه، وهنا ربط علاقات صداقة مع يعني الوزير الأول المغربي وباعهم وصفة بريطانية للقضاء على الجراد وحماية المحصول الفلاحي لسنة 1884. يقول أفلالو في الكتاب ديالو إن هضاب شمال المغرب تصلح لإقامة طواحين الهواء واستغلالها في إنشاء شركات المطاحن للزهرة في أوروبا في هذه الساعة، كما شكك في أن تكون الهضاب الممتدة من العرائش على طول شريط الساحل صوب الرباط عامرة بمادة ديال الإنسمنت اللي كانت وقتها ثورة حقيقية في مجال البناء. كل وزراء المغاربة كيتكلموا على هذا الشخص وعلى الدهاء ديال موسى أفلالو والذكاء دياله اللي جعل منه يتحول من تاجر بسيط يهش الدباب كينش الدبان الحانوت ديالو الصغير فاس الى مؤلف وكاتب ومستشار لدى الحكومة البريطانية، حتى انه نسى شي حاجة سميتها الجلباب المغربي واستبدله بالبدلة الانيقة والساعة الذهبية النظارة الطبية، واصبح مثقفا جديدا يكتب وينظر عن المستعمرات للتاج البريطاني. موسى أفلالو هاجر لبريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر مغامرة كبيرة وتعلم الإنجليزية، ولا يعني من المستشارين ديال الحسن الأول سنة 1893، بل ولا موظف بريطاني يفاوض المغرب ويترجم خلاصات الاجتماعات ودبلوماسي، ولم يكن موسى واحدا من المغاربة اليهود النافذين فكفى، بل لقبته الرسائل المخزنية الرسمية بالصديق، وهي الصفة التي ما كانش كيوزع على المخزن هكاك بسخاء، خصوصا إذا تعلق الأمر بشخص من أصول مغربية يفترض فيها أنه من الرعايا ماشي من الأصدقاء. دخل أفلالو قصر باكنغهام
بإنجلترا وفجيب وطوف وأتفويض بإبرام صفقات باسم السلطان الحسن الأول وباسم وريثه المولى عبد العزيز، وفتح مفاوضات مع البحرية البريطانية بهدف اقتناء وحدات حربية لحراسة الشواطئ المغربية، واقترب أكثر من الملكة فيكتوريا اللي كان كتفضل نوعية الأعمال الجريئة. لذا اختفى الرجل يعني بعد رحيل الملكة فيكتوريا، ولم يظهر له أثر إلا في الكتابات التاريخية وفي مراكز الأبحاث والدراسات الاقتصادية في العاصمة البريطانية لندن اللي استقر فيها، وظل يتردد على المغرب خاصة مدينة طنجة. كيبقى السؤال، أش من خانة نحطوا فيها موسى أفلالو؟ خانة الكتاب الواعرين والتجار الحاذقين والدبلوماسيين اللي كيمتازوا بالذكاء، ولا نحطهم مع زبانية الشكامة والبياعة وتاريخ الوشاية في المغرب؟ كل واحد كيفاش يمكن يشوف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.